السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ بالنسبة للسؤال اللي كان في الحلقة بتاعت التعافي من الخيانة، واللي هو شيء صعب جدا نفسيا، صحيح صدقت، وتكتشف بعد سنين ان الموضوع مستمر ومفيش توبة ولا حاجة، والحلفان والقسم كله كده، ممكن تفيدنا تكمل برضو عشان العيال ولا ايه الصح؟ افيد حضرتك او افيد صاحب السؤال او صاحبة السؤال بحاجة مهمة جدا، اللي هو ايه؟ ان حضرتكم محتاجين استشارة، لازم تروحوا لأهل الإرشاد الزواجي، فتشرفونا في دار الإفتاء المصرية في مركز الإرشاد الزواجي عشان نتكلم. ليه؟ لأن ممكن يكون على فكرة سبب الحالة اللي احنا فيها دي سبب مشترك من هنا ومن هنا، سبب مشترك، وكمان البيئة مش مساعدانا، فاحنا لازم ببساطة خالص نذهب لمتخصص. يبقى الحالة دي دايما بنقول في حالة تكرار الخيانة مع وجود أسباب للبقاء، بس أنا مش قادر أكمل، يبقى إحنا لازم نعمل إيه؟ نذهب لمتخصص. ليه؟ لأن إحنا لازم نعمل قياس، هو قد إيه الشخص ده عنده إرادة وعنده قدرة عشان يكمل الجواز ده، لأن في كتير من الأحيان بيبقى عنده إرادة بس ما عندوش قدرة، فلازم نتكلم مع الزوجة إزاي نكون عنده الإرادة وإزاي هي تساعد في ده، أو إذا كانت هي مش قادرة تساعد، فلازم ده كله يتقاس ويتحسب، وعندنا أسئلة كتيرة في هذا السياق عشان نقدر نتعامل مع ده. فإحنا رأيي ومشورة لحضرتك إن حضرتك تتفضلي تروحي لأهل الإرشاد الزواجي، لأن هو ده الحل في حالة تكرار الخيانة، عشان بيبقى محتاجين وقفة، والوقفة ديت وقفة تقاس فيها الرغبات وتقاس فيها القدرات. يا رب العالمين، احنا النهاردة اتكلمنا على ان كتير من الناس بيبقوا محتاجين فضفضة، يا رب الهم الناس ودلهم على ان في باب مفتوح هو بابك يا مولانا، يقبلوا عليه وينجوك ويطرحوا همومه على بابك، وان الشخص اللي محتاج فضفضة في باب مفتوح ليه يكلم فيه مولاه، ويسمع خطاب من عند مولاه بيقول له: عبدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. علمنا يا رب حسن الأدب معك، وإن احنا نحسن مناجاتك ونحسن اللجوء إليك عندما تشتد علينا الأمور، ونتعلم أداب الإقبال عليك والحديث معك عشان تسمع قلوبنا خطابك بالحنان والود والأمان. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أكرمنا بمددك على الدوام يا رب العالمين.